قامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة مدرسة أسماء فهمي القومية وحضور طابور الصباح مع طلاب المدرسة والاطمئنان على انتظام الدراسة. بعد انتهاء جولتها بالمدرسة توجهت إلى مدرسة الجيزة القومية لتفقد الفصول وانتظام الطلاب في المدرسة، وذلك بحضور الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة. سعيدة جدا، حسني رجعت 30 سنة ومبسوطة، الولاد سعداء ومتحمسين ومبسوطة إنه العملية التعليمية منتظمة ومهتمة جدا بدعم وزارة التربية والتعليم، لأن الحقيقة التعليم هو اللي هيبني البلد دي وهو اللي هيخلي الأولاد دول يبقى ليهم مستقبل أفضل ويخلي مصر كلها تتقدم، وده توجه محمود جدا من وزارة التربية والتعليم في الانفتاح على كل فرصة لتطوير التعليم. الدكتور محمود أبو النصر حاطط استراتيجية محددة وماشي فيه تنفيذها لتطوير التعليم، الحكومة كلها مهتمة بدعم التعليم، دولة رئيس الوزراء وجه كل الوزراء بزيارة المدارس والمشاركة في تشجيع الأولاد على عام دراسي ناجح إن شاء الله.